السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة سيدة البيت. أولا أنا أسفة لتأخير الفيديوهات عليكم، بس إن شاء الله هعوضها لكم الفترة الجاية. هعمل لكم وصفات شرقية المصرية وبطريقتنا السهلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية المكرونة البشاميل المصرية اللي ما فيهاش يعني اي زيادات او اختراعات، غير الوش بس انا هحط عليه تكه بس بسيطه، بس الطعم الشرقي بتاعنا. المكرونه البشاميل هنعوز لها لحمه معصجه. اللحمه المعصجه عباره عن بصل ولحمه مفرومه وسمنه وملح وفلفل اسود. دلوقتي هنروح عند البوتاجاز عشان خاطر نعمل الخطوه ديت. الخطوه الثانيه سلق المكرونه. الصينيه المتوسطه عليها كيس الا ربع مكرونه، عشان انا ما بحبش المكرونه زياده قوي عشان يبقى باقي طعم البشاميل اللي باين فيها. دلوقتي المكرونه انا حاطه حله الميه على النار، ميه مغليه، ميه حطيتها في الحله ومعاها ملح وسيبها تغلي. اول ما تغلي هنزل المكرونه. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه البشاميل. البشاميل مكوناته لبن، دقيق، قشطه، سمنه بلدي. البيضايه ديت للوش، وال البقسماط الناعم برضو للوش. هقول لكم ليه دي التكه، عشان خاطر يطلع الوش بتاعها الذهبي الحلو. الاول يلا نروح بينا عند البوتاجاز عشان خاطر نعمل الخطوتين اللي هي تعصيج اللحمه وسلق المكرونه. يلا بينا هنعمل مع بعض الاول خطوتين. الخطوه الاولانيه حط الميه هي على النار بتغلي وفيها ملح عشان انزل المكرونه، بس لما الميه تغلي. دلوقتي هنعصج اللحمه المفرومه، هنحط سمنه تسيح بس، وبعد كده هنزل عليها البصل. سمنه بس تسيح معايا وننزل البصل. اللي ما عندوش سمنه بلدي زبده عادي مفيش مشكله، بس طبعا السمنه البلدي مع البشاميل بتدي طعم وريحه حلوه قوي. هننزل البصل بتاعنا. هو صينية البشاميل المتوسطة بتاخد نص كيلو لحمة مفرومة، بس انا النهاردة هزود هخليها كيلو عشان خاطر ايه، عايزة اشيل شوية في الفريزر. نعود نفسنا يا جماعة، في مثلا دلوقتي انا بعصج لحمة مفرومة اهي، فانا محتاجة نص كيلو عشان صينية البشاميل، فانا هخليها كيلو، احط مقدار الصينية والباقي هخليه يبرد، بعد كده هحطه في كيس وافرغ الهواء منه واشيله في الفريزر. هينفعك لما تيجي تعملي صينية تاني او بشاميل او في خضار عايزة تزودي عليه لحمة مفرومة، مكرونة عايزة تعملي مكرونة سريعة والتوبنج بتاعها صلصة ولحمة مفرومة بتنفع يعني. فنعود نفسينا ان في حاجات بنعملها اللي ينفع ان احنا نخزنه نخزنه، ومرة واحدة تعبك مرة واحدة وهيسهل عليكي بعد كده ان شاء الله. هنبقى نعمل مع بعض طريقة تخزين الخضار واللحمة والحاجات دي. انا عايزة ازود بس معلقة سمنة كمان عشان البصلة ما تتلسعش مني، وانا في اللحمة المعصجة ما بحبش احمرها او اخليها تتفرق قوي، هي دوبك هتبدأ تدبل وانزل اللحمة علشان خاطر البصله لما بتبقى نيه شويه ما بتبقاش اتحمرت قوي، مع اللحوم بالذات بتديها طعم من صفر فيبقى طعمها حلو. الميه هتبدا تغلي جنبينا اهي، اول ما تبدا تغلي هننزل المكرونه بتاعتنا. هنحط بس اللحمة وبعد كده هنروح على الترابيزة عشان خاطر نعمل البشاميل نفسه. ريحة البصلة يعني عايز تتاكل لوحدها. هقلبها بس ايه، هبدأ بقى انزل اللحمة. يدوبك البصل بيدبل مش بيصفر، اللي بيحبه يصفر اوكي، بس بحس ان هي تبقى حاميه شويه كده، بحس ان هي احسن.
وهنحط الملح على اللحمة المفرومة والفلفل اسود. انا بحب اللحمة المفرومة ملح وفلفل اسود بس. في ناس بتحب تحط قرفة اوكي، في ناس بتحب تحط بهارات اوكي. انا عاملاها يا جماعة بأبسط الامكانيات عشان خاطر البشاميل بتاعنا الكلاسيك العادي خالص، وطعم اللحمه بصراحه في اللحمه في الفلفل والملح بحس ان هو احلى، ما بحبش قطعنا زياده، لكن اللي بيحب قطعنا زياده يزود مفيش مشكله. وهخلي النار متوسطه على اللحمه، مش هوطيها عشان ما تبقش ميه، ومش هعليها عشان ما تحرقش. نروح بقى على الترابيزه عشان خاطر الاول نفضي المكرونه. خليها اقلب وهسيبها بقى لغايه لما تستوي سوا كامل يا جماعه، ما بعملهاش نص سوا. واللحمه نار متوسطه عليها، واروح الناحيه الثانيه بقى عشان خاطر اعمل البشاميل. احنا اتفقنا يا جماعه ان احنا بنعمل مكرونه البشاميل الكلاسيك خالص العاديه اللي ما فيهاش اي اختراعات ولا جبن ولا اي اضافات. حطينا على النار اللحمه المعصجه هنعصجها، وحطينا المكرونه تتسلق، ودلوقتي هنعمل بشاميل الكلاسيك خالص. عباره عن دقيق، الصينية المتوسطة حوالي 7 معالق كبار، وهنحط لبن 3 كوبايات، وهنحط قشطة انا مسيحها بس عشان تبقى ايه سهلة معايا، قشطة او الكريمة لباني تبقى طعمها حلو برضو معايا. بصراحة انا ما بحبش احط الجبن عشان خاطر بحس ان هي يعني راحت سكة تانية خالص، مش البشاميل الكلاسيك بتاعنا. وهحط حتة سمنة. بصوا يا جماعة انا حاطة سمنة قد ايه؟ كملش معلقة كبيرة. انا بعملها على البارد خالص علشان خاطر في ناس بتحمر الدقيق بالسمنة، صح برضو مش غلط، بس بحس ان هي تقيلة، لكن كده بتبقى خفيفة جدا. يعني انا حاطة معلقة سمنة وحوالي معلقتين كبار قشطة، بس برضو خفيفة جدا. وهحط ملح نص معلقة صغيرة، وهحط فلفل اسود. القشطة بتدي طعم يا جماعة حلو جدا، وكمان انا مش مقطع يعني القشطه والسمنه اللي انا حطاهم دولت ما يجوش حاجه جنب لما اجي احمر الدقيق. لما اجي احمر الدقيق ما بعملوش على دي كده اسمها على البارد، لما اجي احمر الدقيق بحس ان هو بياخد سمنه كتير جدا تبقى تقيله. هزود لبن تاني انا هقلبها كده مع بعض من المضرب عشان خاطر ما تكلكعش معايا، وهحطها على النار لغايه لما تتقل. دي كده خلاص الخطوه دي هحطها دلوقتي على النار لغايه لما تحس ان هي تقيله، وهوريكم التقل بتاعها عامل ازاي. هعمل بقى التوبنج دلوقتي اللي هحطه فوق صينيه البشاميل. في ناس بتحط بيض بس، ده بيض وعليه فلفل اسود. في ناس بتحط بيض بس اوكي صح برضو. ناس بتحط قشطه بس اوكي برضو صح، وبتار برضو بتحمر. انا هعمل تيست بسيط كده، بيضايه ومعلقه كبيره قشطه اهالينا زمان كانوا بيعملوها في القشطه بس. يعني كنت انا فاكره كنت بشوف مامتي لما بتعملها هي معلقه قشطه فوق القش، وفي ناس بيض بس. انا دلوقتي حطيت البضايه وفلفل اسود ومعلقه قشطه كبيره ومعلقه
بقسماط ناعم، ده بيخلي يا جماعه التوبينج بتاع الصينيه حلو جدا، بيديها لون ذهبي، مفيش زفاره، بس عشان انا بلاحظ ان البيض بس بيبقى زفر قوي، بيدي طعم زفاره. القشطه مع البقسماط بتضيع ريحه الزفاره خالص، وبتدي لون ذهبي للصينيه حلو جدا. هنشوفه طبعا في الاخر شكله عامل ازاي. دي اخر خطوه احنا بنحطها على صينيه البشاميل. انا هشوف اللي على النار وارجع لكم عشان خاطر نرص الصينيه مع بعض. احنا دلوقتي يا جماعه عملنا مكونات صينيه المكرونه البشاميل، البشاميل، المكرونه المسلوقه، لحمه المفرومه المتعصجه. هنبدا نرص صينيه المكرونه البشاميل. اول حاجه اللحمه المفرومه، اللي عايز يحطها كده اوكي، اللي مش عايز يحط عليها معلقه صلصه، انا بحب احط عليها معلقه صلصه. بتدي طعم حلو ولون برضو حلو معاه. التوبينج بتاع المكرونه البشاميل، هناخد معلقه بشاميل. بصي اللي احنا هنعملها، بصي السمك بتاعها، هناخد معلقه منها على التوبينج دوت. اول حاجه هنحط مغرفتين كده من المكرونه. انا بعمل مكرونه يا جماعه تقيله، البشاميل سوري تقيل، عشان خاطر لما اجي احطه فوق الوش ما يبقاش نازل شرق المكرونه تشربه كله، لما يبقى خفيف بلاحظ المكرونه بتشربه كله، فبحس الوش ناشف كده. حط معلقتين كمان. لما بحط البشاميل تحت في الصينيه كده، لما تيجي تقطعي القطعه بتلاقيها متماسكه، متبقاش مفروده. وهبدا انزل المكرونه، حط نصها تحت ونصها فوق. طبعا يا جماعه بتعمل بمكرونه اقلام، وما بحبش اكتر المكرونه قوي في الصينيه، طبعا دي اذواق، يعني اللي بيحب المكرونه كتير يحطها، عشان ما بحس ان هي تقيله، لما بكتر المكرونه قوي بحس ان هي تقيله. هقلب معلقه الصلصه اللي في اللحمه المفرومه المتعصجه اللي لسه معصجينها مع بعض، وقلنا لو في زيادات في اللحمه المفرومه بنشيلها في كيس، بس بقى لما تبرد خالص نشيلها في كيس ونفرغ منه الهواء ونشيله في الفريزر. عايزين نعمل صينيه تاني بعديها بشويه، كام يوم يعني، عايزين نعمل صينيه جلاش، خضار، في بعض الخضار ينفع تحط فيه لحمه مفرومه، تنفع بصراحه الحاجات كتير. ممكن نعملها زي البلو بيف، بالبيض او بالسمنه، نبقى نعملها مع بعض برضو. هنبدا بقى نرص اللحمه. اللحمه طبعا يا جماعه ما بتاخدش على النار 10 دقايق، اللحمه المفرومه من الحاجات اللي بتستوي بسرعه جدا. هنفرد اللحمه كده كويس، وفي مره مع بعض يا جماعه ان شاء الله هنعملها مع بعض بالفراخ، طعمها حلو برضو. وهننزل بقيه المكرونه. طبعا يا جماعه مكونات المكرونه البشاميل كلها مستويه، المكرونه انا ما بعملهاش نص سوا، في ناس تقول لك انا بحب اعملها نص سوا، انا بحب اعملها سوا كامل، لاني ما بقعدهاش في الفرن كتير، بخليها في الفرن من تحت على 10 دقايق، من تحت 10 دقايق، بعد كده بحط على الشواية برضو حوالي، بحط على الشواية حوالي 10 دقايق او 7 دقايق على حسب طبعا الفرن بتاعكم.
هنزل الباقي في الحله. بصوا يا جماعه انا عاملاها تقيله، وهي لما بتقعد شويه بتتقل زياده، عشان خاطر احس ان انا عامله طبقه من البشاميل. الخفيفه دي بصراحه انا مش بحبها، اللي بيحب الخفيفه يخف البشاميل شويه، يزود اللبن شويه ومحطهاش على النار كتير. السمك ده بيبقى في ايديكم، بس بصي الطبقه اللي انا عاملاها مش مبينه اي حاجه من تحت، فبحس بطعم البشاميل. طبعا احنا زمان كنا بناكلها بنفس الطريقه، اللي هي طبقه سميكه فوق الوش، ولما مسافر البلد، لو حد مسافر البلد عند قرايبه، طبقه البشاميل دي معروفه يعني. وهننزل في التوبنج بتاعنا بيضايه، معلقه قشطه، معلقه بقسماط ناعم، معلقه بشاميل، هنحطها فوق الوش كده رايح جاي عشان تبقى كلها واخده نفس اللون. جربوا يا جماعه التوبنج بتاع المكرونه البشاميل هيعجبكم جدا. في ناس تقولك بعملها بالبيض بس بتطلع من الاسواق. القشطه برضو لو سبتيها شويه على الشوايه هتلسوع، لكن جربي دي بتطلعها لونها ذهبي وحلو. طبعا هتلسع منك لو سبتيها مده زياده. بس كده، ونبدا بقى ننضف الصينيه بتاعتنا وهنحطها في الفرن. الفرن من تحت 10 دقايق والشوايه 10 دقايق. لو عندك امكانيه الفرن شغال وشوايه وفرن مع بعض 10 دقايق، لان كل مكوناتها مستويه. دي طبعا بحب اسوي كل حاجه ليه، هتاخد على البوتاجاز معاكي في السوا 5 دقايق زياده، لكن هتوفر لك وقت في الفرن. مستعجله عندك ضيوف مش هتاخد وقت خالص. ده كده الشكل النهائي بتاعنا لصينيه المكرونه البشاميل. ان شاء الله تبقى بسيطه عليكم وطعمها يعجبكم، ويجربوها وقولوا لي ان التوبنج اخباره ايه معاكم، وهوريكم برضو الشكل النهائي بتاعها بعد ما تطلع من الفرن عامل ازاي. وده كده يا جماعه الشكل النهائي لصينيه المكرونه البشاميل بعد لما طلعت من الفرن. بص لونها جولد حلو، في اي نعم لسوع بسيطه، بس دي الطبيعي عشان خاطر فيه بيض. القشطه مفتحه قوي الصينيه، وطعمها تلاقيه باين قوي في صينيه البشاميل. يا رب تعجبكم وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. بالهنا والشفا.